السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، معكم المهندس مطلق دعيج. خلونا اليوم نتكلم عن موضوع شائك وأزلي وقديم جدا ويحتاج إلى يعني دراسة أكثر في هذا الموضوع. ربما الدراسة واضحة يعني من البداية، لكن نتعمق معكم في هذا الموضوع الجميل والذي لا يتجاوز 5 دقائق. موضوعنا هو هبوط أرضيات الحمام والمطابخ. كثير من الناس وكثير من المقاولين الغير محترفين ينسى عمل هبوط لأرضيات الحمام والمطابخ، والسبب في النهاية يقول والله مو موجود في المخطط. إذا المخطط يعني غلط، أنت المقاول المحترف المفروض ما يمر عليك هذا مرور الكرام. موضوع هبوط أرضيات الحمام والمطابخ ضروري جدا، لأن فيما بعد راح تسبب أنت المقاول الغير محترف راح تسبب في ارتفاع ما لا يقل عن 15 سنتيمتر كارثة. معنات البيت كله لازم تخليه على ليفل 1-15، وهذا يثقل على صاحب التصميم، يثقل عليه وزن هائل، يصير ثقل على السقف عشان أرفع 15 سنتي للأرضية، والسبب إن ما في هبوط لأرضيات الحمام والمطابخ. طبعا في بعض المكاتب الهندسية تنسى بالفطرة هبوط أرضيات الحمام والمطابخ، لكن بديهيا إن لازم يكون هناك هبوط لأرضيات الحمام والمطابخ. إحنا نقول إذا كان عندك الحمامات موحدة فوق بعضها، الدور الأرضي والأول والثاني، ف بإذن الله الهبوط راح يكون سهل في التنفيذ وأيضا على المقاول. أما إذا صار في أماكن غير متطابقة identical يسمونه، مو فوق بعض، هذا يتسبب أحيانا يكون ما في هبوط للأرضيات الحمام. لذلك خلك ثابت وخلك مثالي لما تسوي تصميم حمام في الأدوار، يكون كلها فوق بعض عشان الخط المجاري يكون مرسوم رسم على مكان واحد وفي مكان معين. أما إذا صار مختلف تضطر تحط بايبات إضافية لكل حمام الحالة، وهذا يخسرك أموال طائلة. لذلك الهبوط ما يقل عن 20 سنتي، هبوط أرضيات الحمام والمطابخ ما يقل عن 20 ولا يزيد عن 30 سنتي أو 40 سنتي تقريبا. لذلك التوب 30 سنتي. ليش قلنا 30 سنتي؟ عندك البايبات الصحي 4 إنش، الأربع إنش تحولها السنتيمتر يطلع تقريبا 8 سنتي تقريبا. لذلك لما نقول ما يقل عن 20 سنتي، نضمن أنه مع عمل البايبات الصحي الأربع إنش في هبوط الحمامات والمطابخ وتسوي فوم بعدين تسوي عزل، يكون ليفل 1 مع الممرات والغرف. في كذي بالطريقة يكون عندك البيت كله على ليفل 1، ما في شيء صاعد شيء نازل. لذلك هبوط الأرضيات جميلة جدا. ولما نروح أعمال السقف الهولوكور، يكون مو ضروري تسوي تسقيط حق الحمامات أرضيات الحمامات، لأنه راح يكون في النهاية معلق أيضا في الصبة المحلية العادية. إذا ما تبي تحط 20 سنتي يصير معلق، يصير إذا السالفة الأرضية الحمامات مو شرط. إذا طافك ما سويت هبوط لأرضيات الحمام والمطابخ تخليه معلق نفس الهولوكور، كذي تضمن لو صار في خرير لا سمح الله يكون عندك في سقف الحمام غرفة صيانة 60x60، تبطل تشوف هل الخرير من الحمام أو من غيره، كذي وفرت على نفسك أموال طائلة. هذا بالنسبة اليوم موضوعنا عن هبوط أو تهبيط أو تهبيط أرضية الحمامات والمطابخ. وطبعا كثير أنا شفت من القصايم المقاول ينسى الهبوط في أرضيات الحمام والمطابخ، والمسألة سهلة. إذا كان لابد من هالشيء هذا فيكون عندك البايبات الصحي معلقة فلم يطوفك القطار أبدا. هذه يعني أعمال الصحي الجميلة جدا يعني ومهمة، عنصر مهم وأساسي وشريان البيت الأساسي. إذا كان البايبات الصحية عندك 100% فبإذن الله أنت مرتاح إلى الأبد. أما إذا كان فيه مشاكل راح تعاني على المدى البعيد بعد 4 سنوات 5 سنوات 7 سنوات، وراح يصير هم عليك. لذلك
اختر البايبات الصحية الأساسية حق بيتك، وموجودة الآن بوفرة، منها الإيطالي اللي هو ثلاث طبقات، ومنها السويسري ثلاث طبقات موجود الآن، واليوسفي وغيره، السهو والعدساني. فهناك كثير من البايبات الجميلة اللي تفيدك في البيت، لذلك أحسن الاختيار في البايبات الصحية لأنه شريان البيت الأساسي بعد الأعمال الكهرباء. أرجو أن يوفقت في هذا المقطع الجميل والفقرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.